فرحنا بسماع خبر وصول لقاح فايزر إلى المملكة المتحدة وبدء الحكومة بحملة التلقيح، قلنا فرجت. ثم أتانا خبر عن سلالة جديدة من الفيروس انتشرت في البلاد، لكن هذه ليست المرة الأولى التي تظهر فيها سلالات جديدة من الفيروس، إلا أن هذه السلالة تحمل طفرة جينية في بروتين النتوءات والشناعيب الشوكية البشعة التي تظهر على سطح هذه الكرة، تمكنها من الالتصاق بالخلية واختراقها من الداخل، فلا أمل بأن تتزحلط. يعتقد العلماء أن النتوءات في السلالة الجديدة من الفيروس تجعل الفيروس أكثر قدرة على الانتقال بنسبة 70% من سلالات الفيروس السابقة. السلالة الجديدة تم رصدها في البداية في جنوب شرق بريطانيا، ويقال إنها من هناك انتقلت إلى الدنمارك، إلى هولندا، إلى إيطاليا أيضا. تخيلوا أنه تم تسجيل إصابات جديدة من هذه السلالة في أستراليا من أشخاص عائدين من الخارج. أستاذ علم الأحياء الدقيقة الخلوية في جامعة ريدينغ البريطانية سايمون كلارك يتوقع أن اللقاح المكتشف سيكون فعالا مع هذه السلالة. إذا نظرنا إلى التغييرات التي تحدثها هذه الطفرات على بروتين النتوءات الشوكية التي يستهدفها اللقاح، فإننا لا نعتقد أنها كافية لتغيير فعالية اللقاح، كما أننا لا نعتقد أن هذه التغييرات جذرية لتغيير الكيمياء الحيوية وهيكل بروتين النتوءات الشوكية. بريطانيا تشهد إغلاقاً مشدداً على لندن ومناطق في جنوب شرق البلاد. يقول وزير الصحة مات هانكوك: السلالة الجديدة خارجة عن السيطرة، علينا الاستعادة السيطرة على الوضع. الطريقة الوحيدة للقيام بذلك هي الحد من التواصل الاجتماعي. أخبار فيروس كورونا شغلت المغردين العرب. يقول لك المارد: سلالة جديدة من فيروس كورونا، كورونا بلدي، كورونا مزارع، كورونا صيني، ربنا يرحمنا، وكأنها سلالة من السمك. عبد الله يقول لك، عبد الله إيكو يقول: لا، هذه تغريدة عبد الله وسأصل إليها مهما كلفني الأمر. كنا نحسب 2020 حالة خاصة، طلعت السال في مواسم. هذه تغريدة من كي تقول في تغريدتها: أفضل مكان إنك تبعد عن المدينة إلى الصحراء مع عائلتك أو الجبل تروح تجلس فيه أو بيوت تحت الأرض. تطلع 2022 ولو ما راح للفيروس تكمل ل 2000، ولو ما راح الفيروس تكمل 2023. اقتراح كين أيضا جيد. محمد فكري يقول: كوفيد. محمد فكري يأبى أن تظهر تغريدته لمحمد فكري، يقول: كوفيد 20 قد يحمل هذه الأرقام إلى ما لا نهاية. أود أن أسجل إعجابي بهذا الفيروس العبقري، يبدو لي أنه حاد الذكاء والفهم والعقل، وبفكر بعقلية المختبرات والمعامل البحثية المتقدمة. آخر تغريدة من عبد الحافظ. عبد الحافظ يقول: لندن قطعت كل المطارات والشوارع للتحكم بالفيروس الجديد. إذن نتمنى بريطانيا أن تقبض بالكامل على الفيروس الجديد. وفقا لهذه التطورات، أعلنت دول عدة إيقاف الرحلات من وإلى بريطانيا، ألغيت خطط تخفيف القيود على الاختلاط في فترة أعياد الميلاد في جنوب شرق البلاد، أغلقت المتاجر، الشركات التي كانت تقدم منتجات أو سلع غير ضرورية تحظر الآن المخالطة بين من لا يعيشون سويا في أماكن مغلقة باستثناء يوم الميلاد. شكرا لمشاهدتك تريندينج، سنسعد باشتراكك بالقناة وإعجابك بالقصة ومشاركتها وتعليقك عليها.